عشاق الوداد الرياضي البيضاوي انقسم اهتمامهم بشأن فريقهم إلى متابعة حديث الساعة الطاس والكاف وما جاورهما، وإلى جديد الانتدابات التي يقدم عليها الفريق الأحمر لتحصين خطوطه على رقعة المستطيل الأخضر. والعنوان الأبرز: الوداد ينجح في إقناع نجمه بالبقاء. الأمر يتعلق بالمهاري المتألق إسماعيل حداد، فعقد اللاعب لا زال سار لمدة عام، وانضاف عام آخر ليصبح الامتداد إلى غاية 2021. إنها أخبار سارة للمتيم بعشق الأحمر، خاصة أن اللاعب يمتاز بمهارات تسمح بالانتقال والاختراق انطلاقا من وسط الميدان، علاوة على تمريرات قلما تخطئها رأسيات المهاجمين، خاصة أن المدمن على هز الشباك أيوب الكعبي سيكون في نقطة الاستقبال. وقد يتحول النجم إسماعيل الحداد إلى المسؤول عن مكتب الإمضاء على أهداف أن تتابعها بالعين المجردة أبلغ وصف. الوداد إذن أبقى ابنه داخل القلعة، ولا أجدر بالدود عنها سوى المتشبعين بقيمها وحبها، أمر يزيد من قوة حظوظ نادي الوداد الرياضي البيضاوي في الاستحقاقات القادمة في البطولة وكأس العرش ودور الأبطال وكأس محمد السادس للأندية الأبطال.